بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع صحابته فأشار إليهم بنقاط التميز، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لو كنت تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم فماذا سيقول عنك؟ رحلتنا ووقفاتنا ستكون مع شخصيات صحابة رسول الله لنعرف مواهبهم ولنعرف أدوارهم التي أبدعوا فيها. مع صحابة رسول الله سنحقق الآية القرآنية حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يتبع السابقين الأولين لنكون السابقين لنصرة هذا الدين.